طب هو حضراتكم الحقيقة النهاردة يوم مهم جدا جدا ان احنا نتكلم فيه عن الجودة في التعليم العالي، وزي ما انتم عارفين حضراتكم انه لا امل في اصلاح اي شيء الا اذا كان اساسه هو الجودة. ويمكن ده يعني اما نقعد كده شباب نفكر ان القرآن العظيم او ما من ضمن اياته العظيمة ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، فالإتقان هو في أساس الأديان السماوية كلها. ليه؟ لأن الإتقان هو أساس بناء الأمم، هو أساس بناء الحضارات. فإحنا النهاردة عم نتكلم عن الجودة، فإحنا في التعليم العالي فإحنا عايزين نقول إنه لا جور لتعليم عالي في بناء اقتصاد ولا بناء أمة ولا تهذيب أخلاق ولا تزويد الإنسان بالمعارف ولا المهارات اللازمة إلا إذا كان على مستوى عالي. وإذا لم يتحقق هذا فنجد أن التعليم هو أحد أهم روافد تغذية البطالة في الدول. يعني إن لم يكن التعليم بيدي للإنسان مهارات ومعارف تمكنه من أن يجد فرصة عمل، إن لم يكن التعليم يعطي للإنسان المعارف والقدرات اللي المجتمع محتاجها اللي هي اللي بيسموها الامبلويابيليتي، يبقى احنا التعليم العالي مش. عشان كده أنا بقول المؤتمر ده مهم جدا جدا وعلى مستوى مصر وعلى مستوى العالم العربي، وده بيرجعنا الى جذورنا. وان شاء الله احنا في خلال الهيئة القومية للجودة والاعتماد في مصر والشبكة العربية للجودة والاعتماد، انا اعتقد انهم لازم يعملوا بشكل. وعايز اقول انه احنا بقالنا حوالي 14-15 سنة بنتكلم في الجودة، وعايز اقول انه ده الان الاوان انه يوضع نظام بحيث ان الجودة احنا مؤمنين انها حتمية، يبقى لابد ان توضع قواعد تكفل انفاذها، تكفل تنفيذ الجودة بشكل ملزم وبشكل موضوعي، لان ما عدناش نملك طرف ان احنا نضيع كمان 15 سنة او 20 سنة، وخاصة بالنسبة لمصر وهي مقبلة على مشروعات تنموية طموحة محتاجة كافة المهارات بكافة انواعها، محتاجة المعارف بكافة انواعها، محتاج التعليم الفني عالي المستوى والتعليم العالي متوسط المستوى. نحن في مصر محتاجين كل هذا. مين اللي هيوفر ده؟ نظام تعليمي متماسك متطور ومرن قادر على الاستجابة لتحديات ومتطلبات التنمية في مصر. كل سنة وانتم طيبين وشكرا جزيلا.